بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن بإذن الله تعالى نذكر صفة الاغتسال. الاغتسال، الغسل. نعم، متى يجب على المسلم الغسل الاغتسال؟ متى يجب؟ إذا أسلم الكافر بعد أن يسلم يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله، لابد يغتسل. وبعد الجماع وخروج المني سواء كان نائم أو مستيقظ. نعم، وإذا انتهى الحيض والنفاس المرأة تغتسل بعد أن انتهى الحيض والنفاس الولادة. كيف نغتسل؟ أول شيء يغسل الفرجين القبل والدبر. نعم، ينوي بقلب، يسمي بسم الله، يغسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنزل. نعم، يغسل الوجه. نعم، يغسل اليد اليمنى. يغسل اليد اليسرى. نعم، ثم يغسل الرأس. لا إشكال، المهم الماء يصل إلى داخل الشعر. نعم، مع الأذنين. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. النصف، نعم، صب الماء، هذا النصف كاملا. نعم، نعم، ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. نعم، ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى. نعم، مرة أخرى يغسل الفرجين. نعم، ينوي بقلبه، يسمي، يقول بسم الله، يغسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنزل، يغسل الوجه، اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، يغسل الرأس مع الأذنين، يغسل الشق الأيمن كاملا، ثم الشق الأيسر كاملا. ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى. نعم، هذا نوع. يوجد نوع آخر، صفة ثانية، طريقة ثانية للاغتسال. ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يغسل جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيف والكثير.
就会逐步的平移，越是逐步逐步，我们在这里面开始新的感觉。مع المضمضة واستنشاق واستنثار. نعم. مرة أخرى. ينوي بقلب. يسمي بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيف والكثيف. كل البدن ماء. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذا صنع هذا يستطيع بعد هذا يخرج يصلي، لا يحتاج يتوضأ. هذا الاغتسال خلاص يخرج به يصلي مباشرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.